شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي تنفيذ المرحله الرئيسيه لمشروع مراكز القياده الاستراتيجي التعبوي التخصصي لاداره الحرب الكيميائيه بالقوات المسلحه غريب ثمانيه والذي استمر لعده ايام وياتي ذلك في اطار خطه التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وادارات القوات المسلحه بحضور قاده الافرع الرئيسيه وعدد من قاده القوات المسلحه ونقل الفريق اول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه لرجال اداره الحرب الكيميائيه مؤكدا حرص القياده العامه للقوات المسلحه على مواكبه التطور المستمر لمنظومه التامين الكيميائي لتضاهي احدث الانظمه بكافه الجيوش المتطوره في ذلك المجال. وفي سياق متصل تفقد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه مراكز التحكم الالي للرصد البيئي والاشعاعي لتامين حدود الدوله على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه ومعرضا يضم احدث منظومات التامين المتطور في مجال الحرب الكيميائيه والتي تخدم جهود التنميه الشامله للدوله ودعم المجتمع المدني